مساء الخير. الليلة بلا تشفير بحلقة رائعة ومميزة، لأنه باب الجلسة رح يفتح على نجم رقم واحد، وللمرة الأولى بطل بلقاء تلفزيوني على المحطات اللبنانية. اسم كبير صح، ورقم صعب أكيد، ولكن الليلة رح يطل معنا الممثل المبدع والمسرحي النجم عبد المنعم عميري. أهلا وسهلا فيك ببلا تشفير. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد المنعم، كيفك؟ يسعد لي أوقاتك. ماشي الحال؟ تمام. تمام. نورت هالبرنامج. الله يخليك، تسلم لي. بالبداية شو بدك تقول؟ هيك كلمة سريعة. بدي أقول إنه مثل ما أنا استغربت كيف أنت بدك يعني ببرنامجك، في كثير من الأصدقاء كمان استغربوا إنه أنا ما عندي سكوبات، ما عندي مشاكل كثير، فهذا كان بالنسبة لي يعني مغامرة. بس بنفس الوقت أنا أعطيتك كلمة، وأنا اكتشفت فيك جانب بجوز البعض ما بيعرفه، وعلى الأساس أنا جيت وقبلت التحدي والمغامرة. صحيح. خاصة أنه ما في شيء مخفي، خلينا نكون واضحين وشفافين، وبتمنى تكون الحلقة ظريفة والناس بإذن الله. أنا خلال رح أحكي بهذا الموضوع أكثر بالفقرة الأولى. أوكي. بس أنا بدي أقول لك نورت برنامجي. شكرا. بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك، وبعرف أنه مقل جدا إعلاميا، كمان رح أحكي بهذا الموضوع بعد شوي، ولكن خلينا نشوف عبد المنعم عميري كيف وقع على ورقة البيان. عبد المنعم عميري. أوكي. اليوم 8/3/2016، هي توقيعي. بس رح أضيف فقرة، هي من عندي، على أن أنسحب من البرنامج متى أشاء. أوكي. من بعد ما رجعنا من توقيع النجم عبد المنعم عميري وشفنا كيف وقع وشفنا أيضا البند اللي زاده على ورقة البيان، مرة جديدة بدي حييك. أول ضيف بضيف على ورقة البيان بند، فيني أعرف ليه؟ وأنا وافقت لك عليه، وبس خليني أقول للمشاهدين، رح أرجع عيدها، أنت اليوم بهذا البرنامج بتكبر البرنامج، وأنت شخص نفتخر فيه إن كان بالعالم العربي أو بلبنان أو بسوريا أو بفلسطين بنفس الوقت. تسلم. بس فيني أعرف ليه زبته؟ مشان ما يساوي أي حساسية بيني وبينك، لأني أنا بحترمك جدا، وبنفس الوقت إذا بلحظة من اللحظات حسيت هذا المكان ما بيشبهني فرح أضطر أنسحب. أستاذ عبد المنعم، قبل ما أحكي عن موضوع قصة أنت اليوم ضيفي، وأنت اليوم لأول مرة بتطل عبر محطات تلفزيونية أرضية لبنانية، إذا بدي أقول ليش قبلت تكون معي ضيف؟ أول شيء أنا شخص بحب المغامرة كتير، ثانياً بحب التحدي، ثالثاً أنا بشوف أنه اللي عنده شيء يخاف منه يمكن بيهرب من هيك مسألة. أهم شغلة أنه أنا بس أعطي كلمة بكون أدها، يعني صح. بحس الرجال بكلمته، وأنا وياك من فترة طويلة، من أكثر من سنة اجتمعنا وحكينا كتير هيك بشيء دافي وإنساني ووعدتك. أستاذ عبد المنعم، أنا اللي بقدر أقوله أنه أنت نورت هذا البرنامج، وأكيد كلمتك كلمة رجال، واللي أكثر من هيك قلته واللي أهم من كل اللي قلته هي جملة اللي ما عنده شيء يخاف منه بيطلع على هالكرسي وعلى هيدا البرنامج ليحكي فيه. أنا هيدا اللي كبر لي قلبي فيك أكثر، إنك عن جد ما عندك شيء مخبى. عبد المنعم، لما بدي إجي أقول عبد المنعم ممثل قوي لازم يكون يعرف يجيد التمثيل دايما، ما في محل معين. فيني أقول الممثل بيكون عنده وجهين، وما زال عم بحكي عن عبد المنعم عميري، فيك يكون عندك وجهين اليوم، يعني وجه تمثيلي، وبالحياة تقدر تمثل؟ لا، عم اقول لك بالحياة ما بعرف مثل مكشوف، بس قدام الكاميرا وعلى المسرح اكيد بكون عايش الدور بكل تفاصيله. بس الممثل لازم يكون بيشبه الحرباية. الحرباية بتتلون كتير. أيه. بمعنى يكون متلون كتير، يكون موشوري اذا بدك، الموشور بتشوفه من عدة اتجاهات، في ناس بتشوفهم بس من جانب واحد. وبالتالي هدول اسوأ انواع الممثلين، اللي بيعيشوا على دور واحد، بيقضوا عمرهم كله على دور واحد، وما عندهم استعداد يغيروا عقدة جرافتهم أو يغيروا فرق شعرهم. لما تطلع على المراية
بشكلك شو بتشوف وشو بتقول؟ يعني اول شيء بيخطر على بالك تقوله بس تطلع على شكلك اليوم شو بتقول؟ يعني اول شيء عم بتطلع انه خلال هالكم سنة الأخيرة في شيء هيك العمر نط بتحسه، بتعرف النط يعني قفز هذا العمر. نعم. وكأنه كبرت بطريقة فظيعة، يعني تم عمري محافظ لفترة الأربعين 41 سنة على نفس التيب والشكل، فجأة لقيت شعر أبيض بلش يطلع بوشي، هلا عم بتطلع زايد البياض كتير بدقني وبشعري. العيون صار فيها أكتر خبرة، أكتر حزن إذا بدك، أكتر وجع بكل شيء عم يصير حولنا، وهذا حقيقي وغير مزيف. وهلأ عم بتطلع وعم شوف فعلاً إنه في عمر قطع هيك، وقطع بطريقة فظيعة يبدو. وفجأة؟ أي فجأة 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 كبرت؟ فجأة يعني ما بدي أقول لك كبرت بقدر ما بدي أقول لك نط العمر فعلا، وكأنك انت مر عليك 10 سنين بدل ما يكون سنتين او ثلاثه. بحاسس انه ما عم بتطلع على حالي من المرايه. وبالمناسبه يعني ما دائما الواحد بيطلع، انا ما من الناس المهووسين بالهلا موضه طالع السيلفي كل وقت بتصوروا مع حالهم، ما كثير بتصور. وقت بتطلع بالمرايه بغسل وشي، بس ما كثير عندي هوس اطلع بالمرايه، بس هلا عم بتطلع منيح، عم بتطلع شايف هذا الشيء اكيد، يعني بشوف حالي. شو اكثر شيء بشوف حالي بالاسانسير احيانا دقيقه هيك، بس ما بس هلا اكدت كثير بهي اللحظه، لقيت انه فعلا حتى على المونيتور عندك كثير العيون والشعر الابيض. شو شفت بالعيون؟ طلع طلع على المرايه على المرايه وقل لي شو شفت بالعيون. شفت بالعيون في قلق، في دمعه بلا طلع فيها يمكن، ما يعني انا عندي هون في دمعه في هيدا الشخص اللي بيطلع على شاشة التلفزيون بيفكروا العالم هالقد هو مبسوط، هالقد هو مرتاح. انت اليوم بعيونك في كمية من الحزن، انت عبد المنعم عمير اليوم تعبان، يعني هيدا استعملتها لضيف واحد وانت اليوم الثاني، انت حدا هالقد تعبان، هالقد موجوع، هالقد الدمعة بعيونك سهلة تنزل، يعني هلأ يا حو تطلع. يا حبيبي بلشنا الحلقة هيك، آخر شيء بدنا جيبولنا محارم شباب. عطوه محارم لو سمحت. لا لا بكير عليها لسه المحارم، خلوا لي اياها حدة. لقلك يعني أكيد لقلك هلا أحيانا العين بتدمع بس ما دائما بتنزل صح، بس لما حكيت لك عن الوجع فعلا يعني مشان هيك أنا مقل كتير باللقاءات التلفزيونية والطلات الإعلامية، من الناس اللي قليل لا اطلع، بختار المكان بدي اطلع فيه وبختار الزمان بدي اطلع فيه وبيكون في شيء بدي احكيه، بس حقيقه في وجع اكيد، وهذا الوجع موجود وموجود جواتك، والعين هي مغرفه الكلام، وبيقولوا لك العين هي بتعكس كل شيء، مشان هيك حتى بمهنتنا فن التمثيل كله قائم على العين، اذا العين ما كانت صادقه ما فيك تصدق الشخص. طلع هالمرايه قول شيء لهيدي المرايه مش قايله قبل لترتاح لنقدر نكمل، شيء مخبيه عبالك تقوله شو بتقلها؟ طلع فيها، نسي الإضاءة نسي التليفون. لا لا أنا شفتني كيف بالعكس نسيان الإضاءة نسي هيدا الكشور النجومية والشهرة، ما عندي هالقصة أنا نهائيا، أنت بتعرف هذا الشيء والناس بتعرف هذا الشيء، يعني بالعكس اللي شو بيواجهك رح أتمني مثل ما أنا أكيد رح أتمني محافظ على إنسانيتي ومحافظ على السوية اللي بشتغل فيها يلي حبتني الناس، محافظ على عدم الازدواجية، الازدواجية اللي بقصد فيها اني ما حكون شخصين بشخص واحد، حكون انا كل عمري. عبد المنعم عميري اخر سؤالين قبل ما نروح للبارت الثاني، بدي عزمك تطلع بالمراية وتقلي طفولتك باختصار كانت حزينة، طفولتك كانت منيحة او كانت ممتازة، طفولتك شو؟ طفولتي أنا أول شيء تربيت بأسرة كتير بسيطة ومتوسط الحال، والدي أستاذ كبير أستاذ فلسفة مربي لأجيال كبيرة، وكنت محظوظ بهذا الأب اللي أنا بفتخر فيه دايما، وأم رائعة يعني شايلتنا شيل، أربع صبيان وبنتين عايشين حياة بسيطة جدا،
متواضعة جدا. كنت محروم من شيء؟ ما كنت محروم من أي شيء نهائيا. ضمن الحالة اللي نحن عايشين فيها، الأب بيشتغل من الساعة 8 الصبح للساعة 8 المساء، عيشنا حياة كريمة، ما نقصنا شيء، علمنا. بس أكيد ما قدرت توصل للي بدك إياه، ما قدرت يعني. أنا عذبت أهلي بس الحقيقة كثير، لأنه كنت كان الوالد بده يعني يكون محامي، وبعدين أنا أقنعته بإني أنا لبعد فترة إني أنا لا أنا بدي أعمل مسرح، خاصة لما دخلت على الجامعة ودخلت كلية الحقوق كرماله، بعدين قلت له أنا بدي المسرح، بدي أدخل على المعهد العالي للفنون المسرحية. مع أنه لما دخلت على المسرح لا بفكر كنت بشهرة ولا بفكر بمصاري، بس فقط هي فكرة أنك أنت تكون، وخاصة لما دخلت قبل التسعينات، قبل ما يكون في محطات فضائية وقبل ما يكون في دراما كبيرة، كان عندنا يعني مسلسلين ثلاثة بالدراما السورية، وبالتالي هذا الشيء بهي الأسرة بهي العائلة بهذا المزاج اللي أنا عشت فيه، كنا عائلة كتير سعيدة ضمن متوسطين الحال، مبسوطين، ما نقصنا شيء كل عمرنا. انت نجم صف اول، طلع بالمرايه لو سمحت وقل لي بتشوف حالك نجم صف اول؟ اكيد اكيد طبعا كل تواضع تعترف يعني. تعترف وبتقول لي مين بتشوف في نجم صف اول؟ مين بيخطر ببالك؟ امل عرفه، كارس بشار، سلفا معمار، سلفا فاخر، في اسماء اسماء كثيره. السيده منى واصف هي 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 رقم واحد دائما. طيب فيني استعمل لك هيدا؟ حطه بس بخاف يضيق نفسي، ما بعرف، ما حيضيق نفسك، ما راح احطه على المنخار، حطه بس على الوجه. ايه بعرف، هو هيك من فتره سياره اسعاف وعم صور مشهد وحطوني فيها، صار في عندي مشكله، قلت لهم ما بصور هذا المشهد. ما عدت انت عبد المنعم، فيني عزبك تشيلة؟ زعلاني عم شوف بعينيك غيوم سودة عم تشتهموهم. حبيبة قلبي وحشاني، يا نبض القلب لكياني، وحشني كل شيء فيك، وحشني الضحك فعنيكي، أتاري الفرح كان بيكي، ومانع عني أحزاني، ومانع عني أحزاني، ومانع عني أحزاني. يا عمري أحلى أيامي، بعد وعايشة قدامي، تعالي وزوري أحلامي عشان وقفوا الغنية. كلينكس بليز، كلينكس بليز. هالقد هالقد هالقمار، هالقد هالولاد، هالقد بعتذر ما اتفقنا هيك تمام، بعتذر. عبد المنعم عميري، اليوم كان عندك حلم بحياتك انه تقدر تعمل عائله، هلا قلتها انت من شوي، نفس ما عملت مثل ما كانت امك وبيك مربينك. ما بدي احكي هلا عن الطلاق ولا بدي اجيب سيرته كثير، لانه عندي سؤال واحد ما بدي كثير احكي عنه، ولكن بعد شوي. بس عندي اولاد عبد المنعم عميري اللي هن بعرف قديش معلق فيهم، بعرف قديش نقطة ضعفك أولادك. اليوم لما حكيت ببداية الحلقة عن تعبك قد ايه أنت مزعوج، هن حدا من يعني من هيدا التعب اللي أنت عطلان همه. أكيد صحيح. بكلمة واحدة عبد المنعم عميري، شو بتقول عن هالشمعتين وعن هيدا الشمعة؟ وينه الشمعة هون؟ يعني الحقيقة هن 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 أحلى شيء بحياتي، يعني يمكن هن الحقيقة الوحيدة، بعتقد الحقيقة الوحيدة اللي موجودة، وتبقى أي شيء فيك بالحياة ممكن تتخلى عنه تبعد عنه، لأنه العلاقة اللي بتجمعني بسلمى ومريم علاقة تحية كتير علاقة غير عادية، يعني أنا وياهم رفقات، يعني كان دايما خلافي أنا وأمهم أنه أنا بيجي بخربهم،
هي بتشتغل عليهم وانا بكون مسافر برجع لانه بدلل كثير. علاقتي فيهم علاقه فظيعه لهلا. انا لحد هاللحظه الساعه 6 الا ربع بكون نايم، في شيء بينقز بقلبي بوقف بفيق من النوم، وكانه في منبه موجود جواتي لانه كانوا فيقوا على المدرسه من ايام الشام وحتى دبي وحتى هون ببيروت. علاقتي فيهم استثنائيه، على تواصل دائما كل يوم كل يوم كل يوم معهم، ودائما بنشوف بعض ودائما بنقعد مع بعض. والحقيقه ما حسوا بهي الازمه يلي نحن مرقنا فيها، وخاصه انك انت فجاه عم تختفي من حياه من حياتهم اليوميه. يعني هلا الوقت هيدا او خليني اكمل لك اسئلتي بس بدي اعزبك تمسكه. احكي معه شو بتقول، يعني معه يعني شو بدك تقول لهم هلا عبد الملك؟ يعني انا بالنسبه لي بتقول لهم فيني اسالك سؤال واحد؟ بتقول لهم اليوم انا فشلت كاب؟ بعتقد اني انا فشلت وبتحمل الفشل انا وطبعا انا وامال، بس انه فشلنا انه نكمل العمر مع العيله مع بعضنا، بس بالاخير وصلنا لنتيجه. والحقيقه مشكوره كثير امل بهي القصه انه ما خلتهم يحسوا بمساله انه ينكسروا حتى بالمدرسه تبعهم. بس انت انكسرت هلا. انا انت اليوم بتحمل وجع، بس انا ما احنا ما عم نحسسهم. هلا موضوع ثاني انا عم نحكي عنه، انت وجع عنهم هلا بعد شوي. ما بدي احكي عن النجمه امل عرفه، لا عم بحكي عم بقول لك هي ساعدتني بهذا الموضوع انه ما في كسره. يعني هلا لما بتشوف سلمى ومريم حتى لما تروح على المدرسه ما بتشوف، لان ما حاسين بالقصه. يمكن اعمارهم بعدها صغيره، سلمى اوكي بلشت هذا، بس التواصل الدائم، علاقتي الكويسه جدا، وانه كل ويكند انا وياهم وامهم دائما عندهم، دائما بحكيهم كل يوم على هذا، دائما معي دائما معهم. يمكن هذا الشيء ما خلى لهم الكسره اللي بتشوفها عند الطفل. صح. وهذا اللي كثير اتفقنا عليه نحن قبل ما يصير موضوع الانفصال. فانا عن جد يعني هي القصه كثير بالنسبه لي لك طالع هون رجلي. شوف فيك تقول لي بس هن دمهم خفيف كثير وهن لذيذين كثير وهن بنات طيوبين كثير وفعلا بحسهم رفقاتي. يعني فيك تحكي معهم؟ يعني تخيلوا هن حدك هلا. ايه شو بتقول لهم؟ شو الرساله اللي بتوجهها قبل؟ تليفونك السلولار وين؟ ليكو معي. فيني استعمله؟ قل لي ايه او لا. اذا ما في لا بقول لك انا بقول لك بقول لك شو بدك. انا اليوم بدي استعمله مرتين، عم بهين لك الطريق. أي. بس اليوم في شو بقول لهم؟ لا مثلا لا مثلا كانت فيني اسمع معي رساله اخيره حصلت عليها من اولادك. اي اوكي. يعني اليوم انحكى عن طلاق عبد المنعم بعد شوي، بس اليوم عن الاولاد بهمني. شو الرساله الاخيره اللي قدرت تحصل عليها عبد المنعم من الاولاد، واللي ما بيعرف انه انت على طول عم بتشوفهم ولكن في وجع كثير كبير هو هيدا البعد اللي كل فترة لتشوفه فيه. لا هي مو بس هيك، كمان في فكرة تانية دقيقة بس لقلك. الفكرة التانية هي مو هذا الموضوع، مو بس وجعي أنا أو الوجع اللي هن بلحظة من اللحظات حسوا فيه. هي فكرة إذا بدك اللي حكيناها الفشل، بمعنى آخر أنه في ناس عاشوا مع بعضهم ضمن أسرة وهيك نحن، هيك نحن بيتنا يعني معنا هذا الموضوع، بس لقينا أنه بالنهايه بعد 13 14 15 سنه هي موضوع فكره الفشل، بانه يعني يمكن نحن وقت وصلنا لهالنتيجه انه المهم البنات ما يتغير عليهم شيء. يعني يلي اختلف بس انه اثنين ببيتين، شخصين ببيتين، بس دون ان يتاثروا بشكل او باخر، بس هو بالتاكيد حيصير في تاثير. يعني كنت بتمنى يا ريتني هيك عملنا معه ريبورتاج تشوف قديش متوازنين. يعني الريبورتاج بدي اسمعه هون. طيب اسمعه هون. فيني اخده اسمعه او فيك تبرم لنا اياه وتحطه على الميكروفون بليز هون. بابا يا بابا سلمى ليش بتنادي لك بابا؟ بابا سلمى انت اسمك بابا، سلمى بتنادي لك بابا. انت شو بتنادي له؟ ابو عبدو. ابو عبدو ابو عبدو. هيدي امل والولاد صح؟ صراحة بدي اقول لك اياها اللي حابه. شفت لي قلت لك في ضيوف لما يجوا على هيدا البرنامج خارج تروح معهم على المحل الانساني، لانه في ضيوف لهم محل وفي ضيوف لهم محل. بس هذا ما بيعني انه ما في شفرات، لانه كل انسان منا عنده شفرات. الله يخلي لك اولادك. الله يخليك. ويخليك فوق راسهم. واللي بقدر اقوله انه بهيدا البرنامج اللي ما بتشوفوه بغير برامج بتشوفوه هون بس فقط لغير.
هيدا هو عبد المنعم عميري بشايف حالك. اما بفقره فك الشفره كيف رح يكون عبد المنعم بعد البريك الاعلاني؟ $70,000 اتقبلت عليه للبرنامج لتقبل تشارك فيه ايه او لا؟ عندك جرأة تقول لي دور مين اللي شفته على غيرك قلت يا ريته لإلي؟ دور تمنيته يكون إلي بس لو انا عامله ما حيطلع احسن من اللي عامله بكل تواضع. طب لشو تم الطلاق؟ في شغله ما نزلوها بس يمكن انا معجب فيها كمان. منتابع مع عبد المنعم عميري واكيد رح كرر وقول انه النجم الكبير اللي الجماهير كلها بتحبه. فيني اعرف قبل ما نفوت لفك الشفرات استاذ عبد المنعم ليه ما بتطلب تلفزيونات لبنانيه؟ يعني في سؤال اسمح لي اساله، هل اليوم اسم ومسيره عبد المنعم عميري اكبر من انه يطل بالتلفزيونات اللبنانيه من ناحيه الانتاج للبرامج والماديه تبعيه البرامج؟ لا والله الموضوع مختلف شوي. انا بالنسبه لي يعني مع الاحترام معظم البرامج مو بس لبنانيه بشكل عام بحس انه ما بتشبهني او انا ما بشبهها. ما معناتها عم قلل من قيمه الناس، اول شيء بس انا ما كثير بعرف ارقص يعني، عرفت كيف؟ او ادبك يعني، الا اذا كان في دور بيتطلب ممكن اعمله يعني، ممكن اطحن بن اذا بدك يعني، اي شيء ممكن اعمله، بصير مولينكس ما بعرف شو مولينكس اي بس بشوف احيانا انا يعني في شيء انت وقت بدك تطل في شيء بدك تحكيه، اني اطلع دائما وكيف ما كان ووين ما كان بحس انه في شيء ما بيشبهني، يمكن رايح البرامج بشكل عام بالعالم العربي وتحديدا يمكن بلبنان بالشكل العام كمان مشان ما عمم ويزعلوا مننا اصدقائنا يعني. هلا هن حيزعلوا منك لو طلعت معي؟ ان شاء الله بالمستقبل ممكن اطلع معهم، بس انا فعلا لك اعطيك كلمه وكلمه شرف وكلمه، بس احيانا في برامج بتخليك تقول شيء له بالبوح، شيء له علاقه بالبوح، شيء بجانب انساني. بهالفتره هي حاسس انه في شيء بدي احكيه. بدي اقول لك مرسي كثير لانه فضلتني عن كثير برامج، عشان هيك بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك ببلد شفيق. اهلا وسهلا، ضحكت لك ورده تنطر وقالت لك اهلا وسهلا، اهلا برودك ضلت عخدودك، اهلا برودك ضلت عخدودك. اهلا وسهلا فيك عبد المنعم عميري. عندي سؤال يمكن من لما بلشنا عم نحكي بفك الشفره عن انه انت بمحل شيء ثقافي اكثر من انه تطلع ببرامج العاب او رقص او الى ما هنالك من مواضيع، برايك أو بعد نكت. بعد او نكت او نكت ما بتجرب ما بتنكت؟ اذا تطلب الامر يعني ليش لا؟ يعني شاطر يعني لا. صاحب نكته؟ لا ما بعرف. هلا انا بشتغل كوميدي وفي ناس بتستخدمني يعني ان كان بسبوت لايت اللي بشتغله او ان كان ببعض المسلسلات الكوميديه وبروح فيها للاقصى وبلعب وبجن وما عندي مشكله. هلا بالحياه يمكن مطبوب اكثر ما بعرف، مشان هيك هذا برجع لسؤالك الاول انه الحياه تختلف كثير عندي. انه لما عبد المنعم عميري يكون هالقد شخص ملتزم ومتزم باللقاءات تبعوله، كمان فيني اجي انتقد عبد المنعم عميري لما يكون ببرنامج مثل شكلك مش غريب اللي طالع يقلد ويغير وينطنط يعني بمحل في منهم هولي، هدول كمان في علامة استفهام عليك لا؟ هلا بالبداية لما انعرضت علي الفكرة أنا عديت للمليون. هلا أنا رحت شفت ورجوني النسخ اللي موجودة، هو برنامج أجنبي. براند أجنبي كان بنفس الوقت عم ينعرض بروسيا بموسكو وعم نعرض بلندن وعم نعرض بأمريكا بعتقد وبالبرتغال صح، وعامل يعني حالة غريبة عجيبة. هو ما بيعتمد على التقليد فقط وهي القصة، وكان معي طبعا زملاء اختصاصهم التقليد يعني تامر عبد المنعم شخص بالتقليد يعني ساحر، حتى عنده أفلام اسمها المشخصاتي، عنده شيء غريب عجيب بالموهبة هي الموجودة عنده تنافس ميس ولا ديما ولا والديما ما مثلي ممثلة بس احنا فتنا بالتجربة مع بعضنا. هلا انا رحت على الموضوع بالبداية فهمته انه هو له علاقة ب مش تقمص، لانه كمان هي الكلمة ما بحبها، كيف بعمل دور وبدرس الشخصية وبروح بتاريخ الشخصية وببحث عن اشاراتها وادواتها. رحت بشخصيات موجودة بالحياة موجودة بذاكرتنا
وكان اصعب بكثير بالمناسبه من انك انت تعمل دور تقراه على الورق وتتخيله وتركب له اكسسواراته وتعمل له طريقه حكي وطريقه مشيه معينه لحتى تعمل دور. هون موضوع مختلف. لما بدي اجي اعمل وديع الصافي الفنان الكبير طبعا وجه له تحيه الله يرحمه طيب انا كيف بدي اعمل وديع الصافي؟ ما هو بذاكره الناس وديع الصافي لا شكلي رح يزبط قد ما كانوا الاسبان الماكيريه اللي موجودين معنا بروفيشنال يعني مستحيل. ثاني شيء انا ما بغني ولا بعمري قلدت، فكان في عندي احساس انه انا طبعا اول حلقه انا كنت مرتبك فيها وكنت سيء فيها والصحافه في حدا كتب عنك زنخ يعني كتبوا علي في حدا قال زنخ بالحلقه ما بعرف اذا هي الكلمه انقالت ما حدا بيقول عني زنخ بيقولوا لا يا الله ليه هيك كاركتير طريقه مش انت كاركتير ما بعرف كيف يعني. بعدين لانه كنت انا متردد وكنت لساتني ماني فهمان القصه وانه فايت بالقصه تقريبا خجلان. 70,000 دولار اتقضيت عليه للبرنامج لتقبل تشارك فيه ايه او لا؟ البرنامج اول شيء هدفه انساني. اوكي. الجائزة الكبرى اللي ربحتها هي راحت لجمعية بسمة لأطفال السرطان. أوكي. طبعاً هن استلموها أكيد، بوجه لهم تحية لأنه هي الجمعية بتعتني بالأطفال المصابين بالسرطان وأنا عندي علاقة قديمة معهم. كرة الأطفال بدمشق 5,000 دولار. هذا أول هدف كان من الفكرة صدقني هذا أساسي وأنت صدقني 100%. هذا رقم واحد. رقم اثنين المغامرة بحد ذاتها كانت مغرية بالنسبة لي إني أقدم حالي بشكل مختلف. بكلمة ما بدي طول، عبد المنعم عمير الممثل يساوي ماذا؟ معلش كلمتين؟ ثلاثة. طيب مؤهبل، حنون ومؤجدب، عرفت كيف؟ وبالمناسبة يعني الدموع والحزن والطيبة مع الأسف تمام صارت شيء سخيف بهذا الوقت مع الأسف. أول شيء بيخطر على بالك أهم دور عملته لهلا شو هو؟ بعتقد غدا نلتقي السنة الماضية. أبشع دور عملته ما بتنساه شو هو؟ بمسلسل اسمه صايعين ضايعين. احلى دور عبالك تعمله؟ مش احلى دور، عبالك تعمله دور. الحقيقه هن شخصيتين دورين. عندي امنيه وان شاء الله بتتحقق لانه تم الحديث عنها بفتره معينه. شخصيه سلطان طرب جورج وسوف سيره حياته طبعا بيبقى موافقته هو احكي هلا عنه ان شاء الله. وشخصيه بليغ حمدي. عندك جرأة تقول لي دور مين اللي شفته على غيرك قلت ريته لإلي؟ دور تمنيته يكون إلي بس لو أنا عامله ما حيطلع أحسن من اللي عامله بكل تواضع. مين؟ شخصية الملك فاروق اللي عملها تيم حسن. على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. عبد المنعم عميري هيسونة فلسطين اللي بدنا نوجه تحية كبيرة لهالأرض الشريفة ولشعب فلسطين، الشعب الفلسطيني اللي نحن منحبه من قلبنا واللي منتمنى دايما يكون مرتاح البال. هذا شعبي وأصولي وجذوري اللي أنا بتشرف فيه كل عمري، وبوجه تحية لكل حدا بيراسلني وبيحكي معي إن كان من رام الله أو إن كان من غزة أو إن كان من أي بقعة، إن كان يعني بالأماكن اللي فيها الاحتلال الإسرائيلي أو المناطق الأخرى. إنهم حق بفلسطين أو الشعب الفلسطيني يكون شوي عنده أخذ موقف منك، إنه لما نعرف عنك نحن بالإعلام منقول الممثل السوري، بس هو فعليا انت الممثل الفلسطيني ومش السوري. الفلسطيني السوري، بس خليني اقول انه انت الاصل فلسطيني. اليوم انت بيك فلسطيني طبعا، صح؟ والدتي سوريه، والدك سوري، والدتك سوريه، بس اليوم انت فينا نقول فلسطيني. اليوم ليه ما نشغل على قصه انه الممثل الفلسطيني
عن حضرتك. أنا دائما بحب أقول الممثل الفلسطيني السوري أو الممثل السوري الفلسطيني، بس يمكن لأنه أنا عشت بدمشق وتربيت بدمشق ومزرت طبعا فلسطين نتيجة الظروف، بتعرف اللي موجودة هو حلم يحلم، حلم يحلم فلسطين. وبعد شوي بنحكي لك شو يعني حلم يحلم. بس كثير ناس ما بيعرفوا أنه أنت فلسطيني. أنا فلسطيني وعندي الباسبور الدبلوماسي منحني إياه الرئيس عباس طبعا، ويعني لي الفخر أني يكون فلسطيني. وما كان في مجال ينحكى، بس أنا عبد المنعم عمايري معروف بكل الدنيا أني أنا من أصول فلسطينية ومن جذور فلسطينية. فيني أنا كب شفرة تبعيتي ورجع أنت حلها، ما عبالك تزور فلسطين ليش؟ شوف، فلسطين بالنسبة لي من وأنا صغير كنت لما ننجح يهدونا خريطة فلسطين الكاملة. صحيح، من الأول للبكالوريا، فضة، نحاس، أحياناً ذهب، فمجمعين. فكانت حلم يحلم فلسطين، حلم يحلم. فجأة فلسطين صارت حبة حمصة وحبة فاصولية، بتحس الشكل يعني. هذا ما عاد ركب معي يعني. أنت خليني بفلسطين الكاملة. أنا طبعاً إن شاء الله بتمنى 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 زور رام الله ولا زور القدس ولا زور غزة، ولا بتمنى يعني هذا حلم لألتقى فيهم هيك فيس تو فيس وألمسهم وأمسكهم وشمهم يعني. عبد المنعم، شو أول شيء بتعمله إذا بتروح على فلسطين؟ أول شغلة، أعطيني شغلة واحدة لو سمحت. أول شيء بدي روح على المسرح اللي برام الله زوره، لأنه فيه أصدقاء التقيت فيهم بمهرجانات عربية، وكنت دائما نحكي ويحكوا لي عن هذا المسرح اللي أنا عندي حلم أعمل فيه مسرحية، عندي يعني حلم إني أعمل مسرحية بفلسطين. من عشق بدنا نحب، بدنا نمشي كل الدرب، بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. شوفوا شامنا غنقر، بدنا نعشق بدنا نحب، بدنا نمشي كل الدرب. هيدي شامنا عن قرب الحلوة، اللي موجه تحية كتير كبيرة للشعب السوري اللي بعرف قديه تعبان وبعرف قديه عم بيناضل وبعرف قديه الدم موجود اليوم، اللي بنتمنى بأقرب وقت نخلص بقى من هيدا الموضوع ونرتاح ويرتاح الشعب السوري، لأنه أي بلد عربي موجوع كل البلاد العربية موجوعة. اليوم في صورتين مثل ما شايف عبد المنعم عمايري قدامك، الخراب والدمار اللي موجود بسوريا وسوريا الرائعة الجميلة. ما بدي كتير طول، ولكن عندي سؤالين بس. أول شو بتقول اليوم للشعب السوري اللي هون؟ بقول الله يصبركم ويصبر كل سوري صمد وتحمل هاي الحرب يلي أذت الكل. هاي البلد إلى فضل على رأسي كل عمري، وما بتمنى غير نرجع نحب بعضنا، لأنه أنا بشوف الحب الوحيد هو اللي بيجمعنا وهو اللي بيرجعنا قوايا. وبتمنى من قلبي الحب هو ضد العنف، هو ضد الحرب. حرب سيئة، الحرب قذرة، بس الحرب بتخلص وبترجع الناس بتنلم على بعضها. الشعب السوري شعب عظيم، شعب عم قلك يعني. أنا وقت أحكي عن الشام وعن سوريا بحكي عن وجع. قبل شوي كنا عم بحكي عن الوجع الكبير. الوجع الكبير هو هذا الشيء اللي صار خلال هالخمس سنين، هذا اللي تعب الناس وإلى آخره، والناس بعدها صامدة ووقفة على رجليها. يا رب ترجع سوريا تتعمر بإرادة الشعب السوري، وهذا الشعب اللي يرجع يحب بعضه. وأنا برأيي بالحب فينا ننتصر على كل شيء عم يدور حوالينا. في عندي شفرة لأول مرة بنطرح عليك، وبتمنى أنه تجاوبنا عليها وحأطرحها وأنت قول اللي بدك تقوله. عبد المنعم عمايري، أنت ما معك الجنسية السورية صح؟ لا، أنا عندي الباسبور السوري أيضا، حصلت عليه أنا طبعا ومجموعة من الفنانين الفلسطينيين الولدانين بدمشق بيمثلوا سوريا بمهرجانات عالمية. وكمان شرفت بإني اتكرمت وحصلت على الجواز السوري من دون جنسية. تحلم تاخذ الجنسية؟
أنا هلأ عم أقول لك بالقانون السوري، بالدستور السوري هو المرأة والرجل متساويان بالحقوق والواجبات. يعني ليش الرجال وما أنه يوم المرأة وكل الدنيا عم تحتفل، ليش الرجل مختلف عن المرأة؟ يعني بيصير أنه 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 الرجال يتجوز وحدة ما بعرف شو بدها تكون جنسيتها مدري منين ويعطيها الجنسية. إخواتي البنات عندهم جنسيات سورية لأنهم زوجوا سوريين، ولكن أنا ما يكون عندي جنسية، لأن أمي سورية من حقي أخذ جنسية ومن حقي يكون عندي الجنسية الفلسطينية. فأنا بتمنى هالجنسيتين يكونوا عندي، لأنه ما في أحلى من يكون عندي، يكون أنا فلسطيني سوري تكون عندي جنسيتين، لأنه الاثنين إلي حق فيهم والاثنين إلهم حق فيني. غير سلطان الطرب جورج وصوف، بعرف أنه في عندك اثنين أو ثلاثة، لأطرح أنا الرابع اللي أنت إذا سألتك عنه بتقلي ما بدي جسده. مين اللي بتجسد ومين ما بتجسد؟ أنا حكيت لك عن طبعاً أنا بتذكر وقت خلصت الحلقة، فيمكن كان التقديم لأنه كتير اعتادوا المطربين ولا بالتوك شو أو بالبرامج الترفيهية يقلدوا سلطان الطرب بمشيته ولا بطريقة حكيه، بس بطريقة فيها شوي أوفر مبالغة. أنا كنت عم بحاول عيش الشخصية أكثر ما أني قلدها، فأنا كنت عم أقدمه بشكل عم حاول قدر المستطاع يكون بشكل يليق بهالقيمة الكبيرة. جورج وصوف تماما. مين كمان؟ لا، فصار تليفون بيني وبينه هذا ضروري نذكره. أوكي. وكان صباحا بكير سلم علي، فكرت حدا والله من رفقاتي أنه عم بيمزح ولا هذا، قال لي أنا بشكرك كتير وكلك ذوق ولأنه على الحكي الجميل اللي حكيته، وكان مشكور. وصار هيك فتحنا حديث أنه ممكن نجسد الشخصية بيوم من الأيام، نعمل سيرة ذاتية، وبعدين نام الموضوع. لأنك أبدعت. أنا بتشرف أني أعمل سيرة ذاتية لسلطان الطرب جورج وصوف الفنان الكبير إن شاء الله. يعني قلت لك بليغ حمدي. بليغ حمدي بحب أعمل شخصيته. أوكي. سيرته الذاتية، لأنه فكرة السيرة الذاتية بتخوف كتير، بس أنه كتير عندي رغبة بشخصية بليغ حمدي. عبد الحليم غسان كنفاني؟ لا. عبد الحليم لا؟ لا. عبد المنعم عميري، النجمة العربية السورية أمل عرفة، طلع بهيدي الصورة لو سمحت، بدي أطلب منك كلمة طلع فيها مش فيي. أكيد طلع، عم شوفها دايما أكيد. لا بهمني هلأ هون. أوكي. شو بتقول قبل ما نروح على موضوع بدي أحكي فيه، شو بتقول لأمل عرفة اليوم؟ كلمة. هلأ كلمة أنت عم بتقلل كتير. لا رح أختصر لك إياها، بس هي حتكون جملة أكثر. بقلها أنت الصفحة الأخيرة من قصة رائعة وعظيمة، وبقلها أنت أم رائعة لأحلى بنتين، وأنت فنانة كبيرة وبنشوف حالنا فيك كتير، وأنا كتير بشوف حالي فيك لأنك أم رائعة وإنسانة رائعة، وقضينا فترة من العمر كانت من أحلى الفترات ومن أهم الفترات ومن أصعب الفترات كلياتهم مع بعضهم. إذا كل هول رائعة رائعة رائعة، خلينا نروح قبل ما نحكي عن موضوع طلاق عبد المنعم عميري وأمل عرفة، شوف هيدا الروبورتاج أو الفيديو. هذا بيتنا بالشام. شو لابسة؟ شو كانت صغيرة سلونا. كيفك؟ شو أخبارك؟ شلونك؟ شو اسمك أنت؟ سلمى. شو؟ عم ندق الباب، عم فتحنا الباب، عم شفنا كل هدول الناس، عم جاي يصوروا. يا روحي شو مريومة؟ فيهم يا روحي. أكيد أول تجربة دائما لها وقع، يعني بكل شيء، كان بأي شيء بالحياة، يعني إن كان شيء حلو أو شيء بشع، بس بالأمومة أكيد تجربتي الأولى كانت استثنائية مع سليم. ها
عبد المنعم عميري نهار لتنحكى بطلاق انت وامل عرفه، مواقع التواصل الاجتماعي ما بقى عندها لا شغله ولا عمله غير عبد المنعم طلق امل عرفه وامل عرفه طلقت عبد المنعم عميري. اليوم لانه مش انا اللي حاكي فيه انحكى اجمالا، فبدي اشكرك انه انت اليوم اول مره حنحكي بكم سؤال، ما راح طول كثير بالموضوع. بس من بعد 14 سنه تقريبا زواج عبد المنعم عميري، وهلا لما فرجيتك صورتها لامل عرفه قلت لها امراه بتعقدي وكثير منيحه، صدقني هي الحقيقه، وام صالحه وكثير منيحه وزوجه ما بعرف شو. طب لشو تم الطلاق؟ حلو. اول شيء هذا الريبورتاج فظيع كيف جايبينه، هذا ببيتنا، وكانوا صغار كثير كثير البنات. هذا بيتنا بالشام اللي عشنا فيه ذكريات كثير كثير حلوه. انا بوجه تحيه لامل عرفه اول شيء، تحيه كثير كبيره. هي تسلم لي. سيدي الكريم، اولا نحن عشنا فعلا 14 و15 سنه، 13 يعني بمعنى، بس ككل كل الفتره الطويله كانت رحلة كتير صعبة وحلوة بنفس الوقت. شو يعني صعبة؟ صعبة لأن أنت لما بيكون في حدا استثنائي بحياتك، ما بيكون عندك امرأة عادية، حدا بحجم وبقيمة وبثقافة وبهاجس أمل عرفة، بحاجة هي لحدا كمان كتير يكون بنفس الوقت كتير قوي وكتير يعني عنده مستوى معين من 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 استيعاب، مثل ما هي بتستوعب مهنتنا كثير شاقه وكثير صعبه. نحن كان هذا الشيء مش موجود؟ مش موجود؟ كيف ما فهمت؟ يعني هذا الشخص الاخر اللي بده اياه امل؟ لا كان كلياته موجود، بس انت بتصل لمرحله، بتصل لوقت بصير في اختلافات يوميه حياتيه، في شيء بتوقف عنده بتقول ستوب خلص. هلا اللي بيختلف بالموضوع انه نحن كل واحد ببيت، يمكن هذا يكون وصلنا لهذا الحكي بعد نقاش طويل طويل طويل، انه افضل شيء انه صرنا نختلف كثير. اولا طبيعه تنقلنا من مكان الى مكان، وهذا حللناه انا وياها بشكل شفاف هيك وواضح. يمكن الحرب اللي احنا عشناها، تنقلنا بين دبي بين بيروت بين الشام بين هون بين هون بين هون، تفرغها الكامل. وحقيقه يعني مشان هيك قلت لك هي ام رائعه، ياما فرص، وهي ممثلة وهي مغنية وهي كرمال البيت وكرمال البنات. بعدين صار في عدم تفاهم، وبكل صراحة يعني بقول لك ياها، صرنا حدا بالشرق وحدا بالغرب، ولكن الود موجود، المعزة موجودة، والعلاقة الرائعة موجودة اليومية بدون ما لما بعمل قصة تبعها. بس دائما عندنا فكرة نحن انه اي اثنين بينفصلوا دائما لازم يكون في مشاكل بيناتهم، او في صراع بيناتهم، او في خلاف بيناتهم، او في قصص بيناتهم. نحن عمرنا 46 سنه، يعني سنقترب من الخمسين سنه، زائد كل واحد بحد ذاته من بيناتنا قيمه وهاله كبيره، ما حدا طلع على حساب حدا ولا على كتاف حدا، كل واحد اكتمل مشروعه وبلش يقطف اذا بدك. ما عاد انت عم تحكي بناس مراهقين عمرهم 20 25 فرح بنجاح معين ولا فرحة بنجاح بس في معين. أولاد يا أستاذ عبد المنعم، يعني اليوم يمكن بس هاد بس أقول للمشاهدين أنه فين أوصف يعني يوم طلاقكم هو على الطريقة الأجنبية؟ يعني اليوم إذا مثل ما عم بسمع هلأ أنه هالقد لافي أون روز كانت معكم، يعني ما في شيء على أي أساس تم الطلاق؟ في ما بقول لك، لا ما بقول لك ما في خلافات، بس هذا الخلاف بيأثر مشاكل يومية، تفاصيل حياة يومية، بس كل بيت فيها تفاصيل. اي بس نحن وصلنا لمرحله انه قررنا، نحن ما بنحب الصوت العالي. زهقته؟ لا ابدا، ما هيك انا عم بسال. هلا ما فيك تقول زهق بمعنى الزهق، بس انت ما عاد فيك تسمع، كان فيك تسمع الصوت العالي والخلاف اليومي بشكله الحياتي اليومي بينك وبين شخص. بس لما بيكون في عندك اطفال وفي مسؤوليات معينه بتلاقي انه طيب الافضل حتى ما تتمك، وهي فكرة الازدواجية، سوري بس أنا لأنه هي فضل. فكرة كثير حكيتها، أنا كثير بشكرك على هذا السؤال، فكرة أنه أنت بوشين أو بسؤالك الأول أو بتعمل شخصيتين. أنا ما عندي شيء اسمه شخصيتين، في ناس من الوسط الفني ومن خارج الوسط الفني ومن الوسط الفني تحديدا عاشوا مع بعض 50 سنة و40 سنة وما تطلقوا، بس ما كان في شيء ظابط. أنا وأمل ما في عنا شيء اسمه ازدواجية، إما منكون صح 100% أو
99.9 هذا ملغي، رغم انه حاولنا نحن، ما انه الموضوع صار فجأة. أوكي. حاولنا كثير لقينا انه نحن الطلاق هو افضل وسيلة لحتى يعيشوا البنات بطريقة اكثر هدوءا، اكثر استقرارا، ولحد هلا نحن ناجحين بالموضوع، حيصير لنا سنة تقريبا، والله يبعث لها ايام حلوة بالاخير بقول، ويبعث لها حياة وتحقق كل احلامها، لانه فعلا هي ام رائعة، وانا موجود حدهم كل عمري. امل صديقة يعني. فنانة كبيرة، انا بتمنى اوقف قدامها ايمت ما كان، وفعلا هي حدا كثير غالي على قلبي، هي وسلمى ومريم. الخسارة الكبيرة كانت انك تخسر 3 نساء بنفس الوقت، صح. انت ما عم تخسر صح. حدا معين، بس بنفس الوقت هذا كثير بشكر عليه، انه دائما على تواصل. اهم شيء بالنسبة لنا هن البنات، مدارسهم، حياتهم، استقرارهم، وهذا اللي بيهمنا. رح كمل الحديث انا وياك، بس بدي اسمع عبالي عبالي روح على الاغاني، يعني عبالي العب معك هيدي اللعبه، خلينا نروح على اول غنيه، نسكر على الموضوع. الله يخليك، لانه كثير اخذ، ما حكينا دقيقه، ما صار لي دقيقه. امرك مخادع وبايع وقلبك حقر، ولا شفت زيك ما بين البشر، مخادع وبايع وقلبك حقر. في شيء من اللي سمعناه، في شيء من الخداع، هل عبد المنعم عماري بده يوصل لمحل من هذا السؤال؟ نسوانجي خدعتها، خنتها لأمل عرفة، جاوب رد على اللي قال. لا، رجعنا للمسلسلات اللي كنا عم ننتقدها ونحكي فيها، صح. نحن خارج هذا الإطار نهائيا، وربما هذه الأسئلة توجه لأشخاص آخرين، ما بعتقد بتوجه لإلي. وإذا بترجع للسي في تبعي ولحياتي بتلاقي أنه أنا شخص خارج هذه المسائل على الإطلاق. ستوب. ناوي تتجوز مرة تانية؟ جاوبني بكل صراحة، اليوم بتفكر بالزواج؟ لا. بتفكر أو لا؟ لا، بس ما بتعرف يعني الحياة شو بتعمل، ما بتعرف بجوز. سهل تنغرم اليوم؟ لا، مو سهل ومو صعب. يعني القصة لك، الحب والزواج ما بيصيروا بقرار. كان يا مكان، هي بليغ حمدي. ها، اكيد الحان بليغ حمدي بتحبها كثير هالغنيه. ايه، والحقيقه امل بتحبها، وكمان من خلال برنامجك تسمح لي وجه تحيه للموسيقار الكبير، والد امل، استاذ الكبير سهيل عرفه، يلي حببني ببليغ حمدي. هو من كثر ما حكى لي عنه وحكى لي عن ذكرياته معه لما كان بسوريا، مشان هيك هي الشخصيه فعلا، واغانيه كل ألحانه تقريبا بذاكرتي موجودة بمخي. عبد المنعم، بهيدا الموضوع مع هاي الغنية، في بداخلك، بس ما بدنا كتير نحكي، لا خلص، بدي بس بشغل صغيرة، في بداخلك، يا تمام يا حبيبي، في شي زعجك، فيك تقلي شو هو وننهي الموضوع؟ بالقصة تبع كعلاقتك، طلاقك، أولادك، هيدا الموضوع اليوم اللي هو في شي مزعوج منه أنت اليوم؟ ايه، شو الشيء اللي عبالك تقوله وما قايله قبل وبتمنى لاول مره تقوله؟ يعني طلاق عبد المنعم وامل عرفه والولاد ينقال للمره الاولى، تفضل. ليك، هي فكره، بنرجع لبدايه الحديث، عم بقول لك انا ما عندي شيء فعلا مخبى. فكره الفشل، انه كان ربما في مفاتيح كان ممكن نلقطها احنا الاثنين، ولكن هي المفاتيح ضاعت. يعني فشلت بالعلاقة الزوج، اكيد
فشلت، فشلت انا وامل، فشلنا انه نستمر ضمن عائله، نكبر نكبرهم ونكون مع بعض، فشلنا اكيد، وهذا اعتراف مني ومن امل، فشلنا، فشلنا كزوجين، بس اكيد ما حنفشل كام واب، واكيد ما حنفشل كاصدقاء. بس ما طلعت بالاولاد؟ لا لهلا الامور ان شاء الله يا رب. لا بس اليوم مش طلعت بالاولاد اخر شيء، كان فيكم تتحملوا اثنيناتكم اليوم. معقوله ترجع انت وامل عرفه؟ ما بتعرف الحياه شو بتعمل، بس اذا بيوم من الايام من هلا لموت، صدقني هذا ما هو كلام اعلامي. اذا بتحتاجني امل والله يبعث لي ايام حلوه، يعني جد كان مع مين ما كان بعث لي حياه جديده، بس صدقني اذا امل عرفه بتنوجع وانا بكون بالصين، انا بعيوني هي ام بناتي وهي عشره عمر، والعشره ما بتهون غير على ابن الحرام، وانت شفتني قلت لك انا طيب بس ماني اهبل صح، وقلت لك قد ايه انت بتعرف قد ايه انا حنون، فما بالك مع حدا عايش معه كل هالسنين طويله. امل علاقتها باهلي بتسال عن اهلي اكثر ما اسال عنهم انا، عن والدتي عن جد، انا ما عم بحكي هلا عم بعمل هيك يعني لهذا. اخر سؤال، ويمكن هي احسن مني بكثير. سؤال، امل عرفه صعبه؟ امرأة أكيد صعبة؟ أكيد صعبة، أكيد صعبة، أكيد صعبة. الغلط المبادرة إشت منك ولا منها؟ ليك ما فيك تقلي من الاثنين. هلأ نحن طولنا بس حاختصر لك. أوكي أمل كل شيء عندها، وأنا آسف عم بحكي عنها ممكن مو من حقي هلأ، أنا كل الوقت عم بحكي عنها ممكن مو من حقي هذا الشيء، عم بحكي عن خصوصيات بس أنا عم بحكي من خلال تجربتي. أمل بتحب كل شيء، كل شيء منظم، كل شيء بأصوله بيرفكسيون، فهي هي يعني انا ماني قديس، هي بدها يكون كل شيء كل شيء كل شيء صح، وفي اختلاف فعلا. هل هذا انت بتتالف معه بالحياه، بس احيانا بتصل فيه لطريق مسدود وهذا اللي وصلنا له. اذا امل عرف اليوم طلب شيء قالت لك انا اليوم ما هي حتعرف انت بدي اتزوج، بدنا نمشي ايه، إذا كان الشخص مناسب تزعل؟ بتمنى يكون الشخص مناسب لإلها، يناسب قيمتها الفنية والاجتماعية ويكون أحسن مني. وجهك وجهك هيك بيّن. النجمة هيفا وهبي اللي وجه لها تحية كبيرة طبعا، وجه لها تحية بأحدى المجلات أو المواقع الإلكترونية أيضا مجلات مجلات إنه بمعنى إنه هيفا معجبة بعبد المنعم عميري وفي إعجاب وفي ما بعرف شو اللي عم نحكي من خلال السوشيال ميديا، كمان في عالم بتكون أمرار عم يحكوا شائعات، في كذب، في حقيقة، في شغلة ما نزلوها بس يمكن أنا معجب فيها كمان. أنت معجب بهيفا وهبي؟ طبعا معجب فيها كمان. رح احكي اكثر عن اعجابك بهيفا، ولكن اليوم في شيء من هيدا النوع اللي كتب باحدى المجلات العربيه؟ لا 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 ابدا ابدا ابدا. هل في اعجاب؟ في تقرب انت وهيفا؟ لا 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 ابدا، العلاقه كثير كثير محترمه، انا بوجه لها تحيه. نعم. وهي فعلا يعني في جانب بجوز الناس ما بتعرفه، انا بعرفه، هو في عندها جوانب انسانيه وجوانب حلوه كثير بشخصيتها، ولما بشوفها انا كتير بيكون في لهفة وفي تقارب. نحن أصدقاء وأنا جدا بعزة كتير لهيفا ووجه لها تحية. هيدا هو عبد المنعم عميري بفقرة فك الشفرة. أما بالفقرة الأخيرة وهي لو كنت، خلينا نشوف لو كان عبد المنعم عميري مكان الصور اللي بدنا نشوفهم شو كان قال. نشوف سوا. بدي عزبك تفتحه، بس تفتحه وتشوف الصورة كمان عم بتطلع عليك كل الوقت كيف عيونك عم بتدمع. شو الحكم اللي بتعطيه يوم بآخر الحلقة عن هيدا الموضوع؟ لو كنت مع النجم عبد المنعم عميري بضيف حلقة الليلة من برنامج بلد شفير، استاذ عبد المنعم لو كنت مكان أول صورة سامر المصري، لو كنت محله لسامر المصري شو كنت عملت؟ ما بتمني عايش. أيوة. في عتب على سامر المصري؟
انت كممثل اليوم في عتب ايه او لا؟ بس عم بسأل. انا حجاوبك على فضل. السؤال اللي فضل. لو كنت مكانه اكيد ما بعيش شخصية العقيد. هو عمل دور بباب الحارة اسمه العقيد ابو شهاب، فيبدو عاش الدور وما عاد طلع منه. سامر ممثل رائع على فكرة وممثل ممتاز، وصدقني هلا عم بحكي يعني الحكي، انا عم بحكي بشكل شفاف وبشكل واضح بصرف النظر اذا كان في خلاف ولا ما في خلاف، في عتب ولا ما عتب، بس هلا هون عم نحكي شيء علمي وشيء موضوعي. سامر ممثل استثنائي، ممثل رائع، فات بشخصية العقيد، فيبدو عاش بالحياة وعاش بالهذا وما عاد طلع منها. بعتقد سامر لو كنت مكانه بقتلها لهي الشخصية، بموتها نهائيا وبعمل شيء آخر. وهلأ سمعت مؤخرا عم يعمل دور تاريخي، بعتقد ممكن من خلاله يغير الصورة يلي الناس بقيت بذهنها لفترة معينة. بتحب أحكي عن الخلاف أو لا بوقف هون؟ لا لا خلص. لو كنت مكان هيفا وهبة بشتغل مسلسل كوميدي لايت، لأنه في عندها جانب كوميدي الناس كلها ما بتعرفه. الممثل عابد فهد. عابد بني آدم ظريف وصديق ظريف كتير، برات هالقصص كلها، هالقصص هي كلها تبع والله عن جد أنا بعرفه لأنه بشكل شخصي. طيب أنا لو كنت مكان عابد فهد بقول له نوقف المودرن شوي، نرجع لشيء بيشبه الظاهر بيبرس، الحجاج، الأدوار يعني. الأدوار التاريخية العظيمة اللي عملتها، وبتمنى لك التوفيق. بس عندي سؤال، هيدي انفلوب بدي عزبك تفتحه، بس تفتحه وتشوف الصورة في عندي كم سؤال عبالي أطرحهم عليك إذا في مجال. هذا الموضوع خلصك خلص، بس عندي سؤال سكر. بآخر سكرنا خلصنا لأنه شو الحكم حلقة. شو الحكم اللي بتعطيه اليوم بآخر الحلقة عن هيدا الموضوع؟ أوكي، طلع لي بحكم ورسالة لأمل عرفة والولاد اليوم. هيدي الصورة عشان المشاهدين يعرفوا شو في بقلبها، صورة النجمة أمل عرفة. بدي الحكم من عندك من هون، بس بدنا نوقف لأنه الحكم على طول بيعطوه هن واقفين. ورسالة بتوجهها للنجمة أمل عرفة اليوم من خلال برنامج بلد شفير. بعطيها جائزة أحسن أم بالعالم صدقني. هيدا هو عبد المنعم عميري، راضي عن الحلقة، راضي عن كل شيء، راضي وعطيني بوسة. شكرا لك. وانا يعني يمكن بس بهي الحلقه يمكن الناس ما انا معتاده عليه يكون لهالدرجه شفاف، طلعت مني اشياء انا ما سبق اني حكيتها قدام الاعلام. كانت حلقه راقيه محترمه العادي، صدقني راقيه ومحترمه وبتشبهني، وفي مجموعه اسئله واستفسارات كان لازم نوضحها. أنا طلعت ببرنامج اسمه بلا تشفير، حكمت المشاهير، طالع راضي ومبسوط وبشكرك من قلبي. يبدو في جانب عندك كمان إنساني شفاف حساس، ومو بس عيوني اللي أنا عم يدمعه، كمان عم بتطلع عليك كل الوقت كيف عيونك عم بتدمع. شكرا لك. هيدا أستاذ كبير فعلا، بقدر أقول هيدا نجم صف أول، هيدا رقم قياسي بالنجومية وبالنجاح، وفعلا بقدر أقول مزبوط أنه ما بيطلع ولا محل، بس أنا فخر وشرف لي انه طال ببرنامجي. هيدا هو النجم عبد المنعم عميري اللي انا بعرف كثير منيح قد ايه انت انسان حساس، وبدي اقول لك الله يوفقك بكل حياتك لانك بتستاهل كل خير. وبوجود عبد المنعم عميري بالبرنامج باكد انه هيدا البرنامج للعالم المحترمه الراقيه والاسئله الراقيه والمحترمه. تصبحوا على الف خير، للاسبوع الجاي حلقه جديده، كونوا على الموعد. باي باي، يعطيك العافيه. شكرا. افتح باب الجلسة افتح، محكمة صارت على المسرح. افتح باب الجلسة افتح، محكمة صارت على المسرح. الجمهور الليل بيحكمنا، هو القاضي وما بيظلمنا. بدنا نكذب كل إشي
الشاع فك الشفرة في برا ما في نار بلا دخان والحقيقة مع تمام ما في نار بلا دخان والحقيقة مع تمام افتح باب الجلسة افتح افتح باب الجلسة برنامجنا بلا تشفير بصدق الكل بيعرفنا تمام بشفره